مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير البوزة، بما أنه جايين نحن على صيفية كتير حلوة إن شاء الله بتكون. بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير بوزة سهلة وبسيطة وإن شاء الله بتعجبكم وبتعجب أطفالكم، حلوة كتير بتبورد على القلب للولاد، كتير طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله بتنال إعجابكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا قالب البوزة الايس كريم. بدي اعمل نوعين من البوزة، بدي اعمل بوزة عتفاح وتوت بري. بحط شوي شي بسيط، نضيف مي كمان عشان هيدا العصير لازم نضيف عليه مي. نكهة تانية مانجا. أسهل آيس كريم بتعملوه. بننظف اللي زادوا عنا على القالب. هلا بحط الغطا. بعد ما غطيتهم بهذا الشكل هلا بحطهم بالفريزر ليلة كاملة. بعد ما حطينا البوزة الايس كريم بالفريزر ليلة كاملة هلا بتركن على المجلى 5 دقايق وبرجع بشيلهم من القالب. بعد مرور 5 دقايق منشيلهم من القالب. هيدا الشكل. أسهل وأسرع بوزة آيس كريم ممكن تعملوها لأولادكن، شايفين بينبسطوا فيها أولادكن بهيدي الطريقة. كتير كتير طريقة سهلة وبسيطة. بتمنى طريقة الآيس كريم البوزة اللي عملتها أنا وياكن تكون نالت إعجابكن، وإن شاء الله بشوفكن بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.